فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس، فكل مدرسة تجعل هناك جماعة وتصلي بهم. لا بأس بذلك لأجل التيسير على الناس، لأجل التيسير على الناس، وكونهم يشتركون مع المسلمين في الصلاة والدعاء أحسن من كونهم يمنعون من الخروج من المدرسة ويحرمون من مشاركة المسلمين، لا بأس بذلك. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال آخر يقول: في بعض مدارس البنات اليوم صلينا صلاة الاستسقاء وأمتهن إحدى النساء. هذا ما يجوز، المرأة ما تكون إمامة لا في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها، ما تصح إمامة المرأة لا للرجال ولا للنساء، هم مجتهدين في هذا جزاهم الله خير، لكن لا يعودوا لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة المرضع لو اجتمع في مكان ودعا الله اقتصرا على الدعاء زين، من أنواع الاستسقاء أنه يدعو ولو ما صلى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.